حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الاقتصاد في ساعة. في هذه الحلقة سوف نسلط الضوء على ملفين رئيسيين ومهمين. الأول يتعلق بالأزمة المالية الحالية وورقة الإصلاح الاقتصادي. ما هي الحلول أمام الحكومة العراقية وأيضا الحلول المقترحة من جانب البرلمان العراقي؟ الملف الآخر اليوم الذي سوف نسلط الضوء عليه أيضا هو مبادرة التوظيف بالتعاون ما بين وزارة العمل وأيضا مجلس الخدمة الاتحادي. للحديث عن هذين الملفين سيكون معي كل من الدكتور صفوان قصي وهو الخبير الاقتصادي وأيضا الدكتور خطاب الضامن وهو الباحث والأكاديمي الاقتصادي. سوف نبدأ نقاشنا في هذه الحلقة لكن بعد متابعة هذا التقرير. تتسارع الأحداث في البلاد لتلافي الانهيار المحتمل في بنية الاقتصاد في ظل الأزمة الخانقة التي تعصف بالبلاد منذ فترة نتيجة استمرار جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط العالمية، حيث مر العراق الأيام الماضية بأزمة صرف الرواتب لشهر أيلول الماضي الذي أدى إلى إرباك في حركة السوق المحلية. لذلك يسارع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الخطى من أجل الخروج بالبلاد واقتصادها من عنق الزجاجة، وها هو اليوم يخرج من جعبته ورقة إصلاحية اقتصادية وصفها المسؤولون بأنها خارطة طريق جديدة يعتمد عليها مستقبل البلاد. هي الورقة طبعا برنامج إصلاحي للشأن المالي والاقتصادي بالعراق. الغرض منها الأساسي هو نقل المحور أو البوصلة الاقتصادية من وضع الآن إلى وضع مستقبلي يكون أفضل ويكون ملائم أكثر ومواكب التطورات اللي تصير بالعالم. هو ورقة بها جانب استراتيجي، بها جانب سياسات معينة لازم الدولة ككل تتبناها والمجتمع أيضا، ثم تتحول إلى قرارات أو إلى تشريعات من مجلس النواب. هي مو ورقة تفصيلية تتطرق إلى كل القطاعات الإنتاجية والقطاعات الخدمية بالدولة العراقية، هي ورقة موجهة إلى جانب الاقتصادي والمالي وضرورة نقل هذا المحور. يعني مثل ما تفضل الأستاذ أحمد، إحنا الآن نتيجة تراكمات عقود من الزمن نواجه تداعياتها الآن، وتداعياتها خطرة جدا إذا ما مشينا إحنا في هذه الإصلاح. هذا الإصلاح ضروري من كل النواحي. وكالة موديز للتصنيف الائتماني توقعت أن يسجل العراق أعلى تراجع على مستوى الأسواق الناشئة في الإيرادات بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، ما سيؤدي إلا تدهور في التوازن المالي بواقع 20.8% ليصل العجز إلى 21.6% من الناتج المحلي الإجمالي. بالنسبة إلى الشطر الأول من سؤالك، يعني إذا سيطرنا إحنا على النفقات لماذا عندنا أزمة مالية؟ الواقع بأن إيرادات النفطية الآن غير كافية أن تغطي متطلبات الرواتب والتقاعد. مؤشر بسيط موجود بالورقة البيضاء، في سنة 2005 الرواتب كانت 20% من إيراداتنا النفطية، هذه السنة راح توصل إلى 120%. فالنقلة النوعية صارت، القفزة الجنونية بالتكاليف، بند الرواتب والاستحقاقات وبند التقاعد أخذ جزء كبير من إيراداتنا النفطية خلال السنين الأخيرة، وخلال السنتين الأخيرة بالذات قفز إلى أرقام أكثر من 100% هذه السنة. فالضيق موجود لأن تركيبة الموازنة خاطئة، ومعالجتها هي من إحدى أسباب الدوافع الرئيسية للورقة البيضاء. فرح نبقى إحنا في جو من الضيق المالي من هنا إلى فترة معينة من الزمن لغاية ما تستعدل هيكلة الاقتصاد ككل، وننوع، نبدي أن ننوع الإيرادات. الإيرادات بالنتيجة هي مرتبطة بالانتعاش الاقتصادي، يعني ما ممكن أنت تأخذ ضرائب من الناس أو جبايات إذا ما عندك أنت نشاط اقتصادي فعال. فأحد الأهداف الرئيسية هو أن نكون قطاع خاص عنده إمكانية أن يرقى إلى المسؤولية ويلعب دور رئيسي. لما القطاع الخاص يكون عنده وزن وثقل وعنده ربحية جيدة، ذاك الوقت ممكن نتكلم عن الجبايات، ممكن نتكلم عن الضرائب. لكن التركيبة المالية مال الدولة الآن غير قادرة في وضعها الحالي أن تمول الضغط الموجود من عدة أطراف على القاعدة النفطية. القاعدة النفطية الآن غير قادرة في ظل الإيرادات المقيدة من اتفاقياتنا ويا أوبك، وأيضا التراجع النسبي بأسعار النفط.
اللجنة الاقتصادية النيابية قدمت مقترحات لحلول آنية للأزمة المالية التي يمر بها البلد، منها تفعيل الضرائب على الاستيراد واستحصال جبايات الكهرباء والماء والخدمات الأخرى، فضلا عن تفعيل القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية وتشجيع الاستثمار من خلال منح فرص جديدة للمستثمرين، سواء من قبل الهيئة الوطنية أو الهيئات في المحافظات، من أجل تعظيم موارد الدولة المالية وعدم الاعتماد على النفط. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، وأرحب بضيوفي الكرام. أبدأ معك دكتور صفوان قصي، مرحبا بك في برنامج الاقتصاد في ساعة. نتحدث عن الأزمة القديمة الجديدة التي تشغل الأوساط الاقتصادية والحكومة العراقية وأيضا البرلمان العراقي، إضافة إلى المواطنين العراقيين فيما يتعلق برواتبهم. هذه الأزمة المالية الاقتصادية تراوح مكانها ما بين الحكومة وما بين مجلس النواب. مجلس النواب يريد قانون حتى يقرض أو يوافق على اقتراض الحكومة، ولكن يضع شروطاً كأن تتضمن أو يتضمن هذا قانون الاقتراض إصلاحات حقيقية من الجانب الحكومي، والحكومة تقول ليس لدينا هكذا ترف بالوقت، الاقتراض يجب أن يتم حتى يعني تستطيع الحكومة أن تعطي وتوزع الرواتب على المواطنين العراقيين. تفسيرك يعني لهذه المرحلة العصيبة التي يمر بها الاقتصاد العراقي اليوم؟ نعم طبعا، بالبداية أرحب حضرتك وبالمشاهدين الكرام والضيف العزيز. حقيقة هي ليست أزمة، بالتأكيد هي ظاهرة. يعني الاقتصاد العراقي يعاني من مشاكل متراكمة منذ عشرات السنين، فهي بالتأكيد هي ليست ظاهرة وقتية، لكن تفاقمت خلال سنة 2020 نتيجة وجود عمليا متغير صحي اللي هو فيروس كورونا، وأيضا انخفاض معدل الطلب العالمي على البترول، مما أدى إلى انخفاض كمية الصادرات العراقية بنتيجة اتفاق أوبك بلس وتدني أسعار النفط. نعم. فالحكومة الآن تواجه تحدي خارجي وتحدي داخلي. التحدي الداخلي بالتأكيد غياب موازنة 2020 والاعتماد على الانفاق على مستوى موازنة 2019 ذات الإيرادات العالية. نعم. أدى إلى ظهور عجز بالأشهر السابقة. الحكومة مررت قانون الاقتراض الداخلي ب 15 تريليون، كان يفترض هذه ال 15 تريليون أن تغطي العجز لنهاية السنة، لكن بالتأكيد وزارة المالية لم تقم بتقييد الإيرادات التي تستلم نتيجة مبيعات النفط لحساب باب الرواتب، مما أدى إلى استمرار الإنفاق على باقي البنود، بند المستلزمات السلعية الخدمية. حاليا الحكومة تحاول من خلال منهج الإصلاح الاقتصادي على اعتبار أنه هو يتضمن مجموعة من الأوراق. نعم طيب. تعديل مسار الإنفاق الحكومي. يعني إذا سمحت لي قبل أن ننتقل إلى هذه النقطة، ذكرت بأن يعني الحكومة قد اقترضت مبلغ 15 تريليون دينار في القانون الاقتراض الذي صوت عليه مجلس النواب، وسمح للحكومة بخمسة مليارات خارجية وخمسة عشر تريليون دينار داخليا. طيب وزارة المالية تقول بأن الحكومة يعني مصاريفها الشهرية تبلغ 14 تريليون دينار. الخمسة عشر تريليون دينار برأيك هل كان من الممكن أن تسير أعمال الدولة إلى نهاية هذا العام مع هذه المصاريف التشغيلية الهائلة شهريا على الحكومة العراقية؟ الحقيقة الحكومة يعني كان يفترض أن توقف الصرف على بقية البنود. يعني عمليا نحن بحاجة إلى 3 تريليون و500 مليار لتغطية الرواتب. نعم. 1 تريليون لتغطية المتقاعدين والرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية، بمعدل 7 تريليون بالأمور الاعتيادية من الممكن أن تغطي النفقات الجارية، لكن عمليا الاستمرار بالإنفاق على مستوى المستلزمات السلعية والخدمية وعملية وجود شراء الأدوية نتيجة فيروس كورونا أدى إلى ارتفاع مستوى التقديرات. لذلك نلاحظ أن يعني القانون الثاني، قانون تغطية العجز، الحكومة الآن تطالب ب 41 تريليون صحيح. لقرض ثاني
للأربعة أشهر الحالية لنهاية السنة. نعم. كيف تم احتساب هذه 41؟ بتقديري أن الحكومة تنظر إلى العجز في الإيرادات، يعني إيرادات العراق انخفضت بمعدل 50%. العراق كان يقتني من مبيعات النفط بمعدل 6 مليار إلى 7 مليار دولار، هذه الإيرادات انخفضت إلى 3 مليار أو 3500 مليون شهريا. فالحكومة تفكر بأن الانفاق يستمر كما هو في سنة 2019 كما هو في سنة 2020، وهذا بالتأكيد يعني دعا الحكومة إلى طلب 41 تريليون كتغطية للعجز. نحن يعني في ظل هذه الأزمة وفي ظل انخفاض الإيرادات يفترض أن نغير مسار الانفاق العام بحيث يتم ضغطه إلى الحد الأدنى، وبتقديري يعني 3 مليارات و500 مليون دولار شهريا قادرة على تغطية الرواتب، وإذا كانت هناك عجز في السيولة لتغطية هذا البند من الممكن إطلاق الادخار الإجباري للفئات العليا، يعني من لديه دخل راتب أعلى من 3 مليون دينار. نعم. طيب سوف نتحدث بهذه الحلول دكتور صفوان. اسمح لي أن أنتقل إلى دكتور خطاب الضامن. دكتور خطاب مرحبا بك بداية. نتحدث أو كنا نتحدث مع دكتور صفوان عن أن الحكومة حددت ربما مبلغ أو ما يقارب 41 تريليون دينار هو العجز الذي تعاني منه والذي تتطلب وتريد الاقتراض وتغطية هذا العجز، ولكن في قانون تمويل العجز المالي الذي أصدرته الحكومة وبعثته إلى مجلس النواب هناك تفاصيل مذكورة في هذا القانون، هو عبارة تقريبا عن موازنة ولكنها مصغرة، وضعت فيه تفصيلات تحدثت عن تقديرات الإيرادات الموازنة العامة الاتحادية للأربعة أشهر الأخيرة من العام الحالي، تحدثت عن تقديرات تعويضات الكويت، أيضا تحدثت عن تقديرات صافي الإيرادات النفطية، الإيرادات غير النفطية إلى ذلك من مواد وتقديرات. يعني ما هو تقييمك بداية لهذا القانون الذي يعنى بتمويل العجز المالي للحكومة العراقية، وهل من الممكن المصادقة عليه في مجلس النواب؟ هل هو مقنع إلى درجة كبيرة اليوم برأيك دكتور؟ نعم، مرحبا بكم ومشاهدينكم وضيفكم الكريم. بالتأكيد استجابة الحكومة للأزمة المالية والاقتصادية التي مر بها العراق منذ بداية عام 2020 كانت للأسف تركز على موضوع الاقتراض. نعم. وموضوع الاقتراض الحقيقة هو فخ وهو يشكل خطر كبير على الاقتصاد العراقي. كلنا نعلم انه حجم الديون الخارجيه العراقيه وبضمنها تعويضات الكويت وحرب الخليج الثانيه هي تتجاوز ال 100 مليار دولار. صحيح. يضاف لها وفق اخر بيانات البنك المركزي العراقي 46 تريليون دينار هي ديون داخليه، وبالتالي هذا الامر خطير جدا. انا شخصيا لا اذهب ولا أشجع على الاستمرار بالاقتراض لأنه يعرض السفينة المالية طب ما هو الحل دكتور خطاب؟ ما هو الحل أمام الحكومة العراقية؟ يعني وزير المالية قال صراحة لا حل أمام الحكومة العراقية سوى الاتجاه نحو الاقتراض. هناك حلول أخرى كثيرة، هناك حل رئيسي ومهم وقد يكون ناجع جدا هو خفض الإنفاق عن طريق موضوع الادخار الإجباري. يعني نحن نعلم جميعا أنت عندما تكثر الحمولة في سفينة معينة وفي ظروف صعبة يجب أن تخفف من هذه الحمولة، لأنه الخيار الآخر هو غرقها وهو خطر كبير على نعم. على المجتمع العراقي أو على الدولة العراقية، وشاهدنا ذلك في دول مؤخرا في لبنان عندما استمرت الدولة في الاقتراض أدى في نهاية المطاف إلى إفلاس الدولة اللبنانية وأفلست المصارف والبنوك، ومرت الدولة اللبنانية في ظروف صعبه جدا ولا زالت. فبالتالي خفض الانفاق وتحديد فئات معينه من اصحاب الرواتب والموظفين، ويتم استقطاع نسب معينه لحين عبور هذه الازمه. نعم، طيب انا معك، جميع هذه الحلول هي منطقيه ويمكن للحكومه تطبيقها الى جانب تعزيز الايرادات غير النفطيه وما الى ذلك. الى اي مدى هذه الامور إذا قامت بها الحكومة العراقية يمكن أن تدعم موازنة وخزينة الدولة العراقية وتغطي العجز الحاصل اليوم؟
من الممكن أن تدفعنا على المستوى المتوسط، يعني لا يقل عن 6 إلى 9 أشهر من الممكن للدولة العراقية إذا ما قامت بتخفيض الإنفاق العام عن طريق الادخار الإجباري في نسب تتناسب مع كل فئة من الموظفين، وأيضا زيادة الإيرادات العامة مثلا لدينا المنافذ الحدودية. بالأمس وزير المالية تحدث عن قيمة واردات العراق 60 مليار دولار وبنسبة ضريبة 10 إلى 12% من الممكن أنه تتحدث عن الاستيرادات دكتور خطاب. نعم أنا أتحدث عن واردات العراق الخارجية التي تبلغ نعم. سنويا 60 مليار، اليوم 90% منها للأسف لا تحصل عليه الدولة، فبالتالي ضبط المنافذ الحدودية والجمارك وطرد الفاسدين ومحاسبتهم. ولكن يعني تحدث أيضا وزير المالية عن وجود بعض الاستثناءات دكتور خطاب، عذرا على المقاطعة، ولكن يوجد العديد من التفاصيل التي من الممكن أن نقف عندها في حديثك. يعني تحدث أيضا عن وجود منح واستثناءات تمنح لهؤلاء يعني المستوردون أو المستوردين عفوا. نعم هنالك بعض الجهات تحصل على منح وهي تعفى من الضريبة، وهذا الأمر كله يحقق أرباح ويضاعف ثروات الجهات المتنفذة، وقد تكون جهات فاسدة على حساب المصلحة العامة العراقية. أضف إلى ذلك عقارات الدولة، هنالك مئات الآلاف من عقارات الدولة لا سيما في بغداد مسيطر عليها من قبل جهات حزبية معينة، من قبل قوى مسلحة معينة، ولا تدفع أجور المثل. نعم، وإن دفعت تكون يعني هي مبالغ بسيطة لا تغطي منها. نعم طيب، يعني أنتقل بذات السؤال إلى دكتور صفوان قصي. دكتور صفوان، قانون تمويل العجز المالي اليوم وضع تحت أو على طاولة البرلمان العراقي، برأيك كيف يمكن للبرلمان اليوم أن يتعامل مع مثل هكذا قانون ومثل هكذا بنود قد شملها هذا قانون تمويل العجز المالي؟ يعني الكرة اليوم أصبحت في ملعب اللجنة المالية النيابية، ويعني الحكومة قد ربما لم تعد تتحمل المسؤولية اليوم أمام الشعب العراقي. نعم بالتأكيد، يعني باعتقاد البرلمان لن يمرر هذا القانون حسب رغبة الحكومة. 41 تريليون لتمويل العجز من خلال احتياط البنك المركزي، بالتأكيد هذا الخيار غير معقول. يمكن أن يتم تمويل العجز بمقدار 8 تريليون دينار ليس أكثر. كم يبلغ الاحتياط لدى البنك المركزي بداية دكتور صفوان؟ الاحتياطي حقيقة لدى البنك المركزي العملة المصدرة حاليا حسب يعني تقديرات أو بيانات البنك المركزي 31/8 هي 63 تريليون دينار عراقي. نعم. إذا استخدمنا سعر الصرف الرسمي نحن بحاجة إلى 51 مليار دولار لا تمس للحفاظ على سعر الصرف. 51 مليار لا تمس. ما فوق 51 من الممكن أن يتم خصم سندات حكومية عن طريق البنك المركزي، وهي لا تتجاوز 10 مليار دولار. بمعنى المرونة المالية لدى البنك المركزي مقيدة لصالح الحفاظ على سعر الصرف، وبالتأكيد يعني البنك المركزي استثمر هذه الأموال 51. هناك 32 مليار دولار على شكل أسهم في الخزانة الأمريكية، هناك 7 تريليون دينار على شكل ذهب، وهناك عملات يعني لدى بعض المصارف من الممكن استرجاعها وخصم يعني القرض الجديد اللي بتقديري لن يكون أكثر من 8 تريليون دينار. على وزارة المالية أن تقوم بإعادة تنظيم الإنفاق العام بحيث تكون هناك أولويات. جميع النقد المستلم يفترض أن يقيد على حساب باب الأول، باب الرواتب، ومع إمكانية مثلا عملية بيع أراضي للموظفين بأسعار مخفضة وخصم قيمة المبيعات من رواتب الموظفين، وبذلك نستطيع يعني أن يكون عملية التخفيض اختيارية للموظف، وبهذا نقلل من الإنفاق العام ولا يكون هناك تذمر لدى الموظفين لأن دخلهم النقدي قد انخفض. نعم. بالتأكيد هذا سينشط من حركة البناء في العراق على مستوى جميع المحافظات، وهناك البنك المركزي 2 تريليون دينار عراقي لتمويل قطاع الإسكان، وبذلك يعني نستطيع استثمار الأيدي العاملة المتوفرة حالياً،
وإرضاء الموظفين بإعطائهم قطع أراضي سكنية مقابل خصم جزء من دخلهم النقدي لصالح تسديد مستحقات هذه الأراضي. هناك العديد من الحلول الحقيقة على وزارة المالية أن تتبعها بدون إثارة الشارع. يعني عملية تخفيض قيمة الدينار العراقي ستنعكس بالسلب على جميع العقود الحكومية التي هي بالدينار العراقي وتمس الفقراء. فعملية أضعاف احتياط البنك المركزي يفترض أن لا نفكر به، على الرغم من أن الحكومة قد تخشى فتح ملفات مثلا عقارات الدولة اللي أشار لها الزميل العزيز. نعم. بالتأكيد هناك أكثر من 250 مليار دولار متوفرة على شكل عقارات، لكن الأحزاب السياسية استولت على جزء من هذه العقارات وغيرت جنسها وتستخدم هذه العقارات لأغراض يعني انتخابية. فعمليا فتح ملف العقارات، نعم نحن نطالب بفتح ملف العقارات وإظهار من هي الجهات التي استولت على هذه العقارات بالفترات السابقة واسترداد الأموال. العراق يمتلك رأس مال حكومي عالي جدا على مستوى جميع الموجودات المنقولة والغير منقولة. نعم. فلماذا نلجأ إلى سعر الصرف ونترك هذه الموجودات على مستوى الخردة، على مستوى السيارات الغير مستعملة، على مستوى الأراضي، استئجار العقارات، تجديد عملية الاستئجار، المصالحة الضريبية، جباية، زيادة مستوى الجباية الحكومية. نعم. فعمليا لدى وزارة المالية إذا توفرت الإرادة القوية أن تجبر الوزارات الاتحادية التي هي مدينة إلى وزارة المالية تسديد هذه الديون، وزارة الاتصالات، إعادة النظر في سعر. يعني هناك العديد من الحلول أمام الحكومة العراقية دكتور صفوان، إلى جانب الحلول المقترحة من البرلمان العراقي أيضا من اللجنة المالية النيابية أمام الحكومة العراقية. قبل أن أنتقل إلى الملف الآخر والمحور الثاني من حلقتنا دكتور خطاب، يعني صراحة الحكومة ذكرت في المادة الثالثة من قانون تمويل العجز المالي بأنه يخول وزير المالية العراقي بصلاحية الاقتراض سواء محليا أو خارجيا من خلال إصدار حوالات الخزينة والسندات والصكوك والقروض المحلية، وكذلك الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية والبنوك الأجنبية لتمويل الفجوة المالية. يعني الحكومة لم تضع حلولا أخرى غير هذه الحلول في المادة الثالثة من هذا القانون، وكما تفضل الدكتور صفوان بأنه يستبعد أن يصوت البرلمان العراقي على مثل هكذا قانون. طيب نبتعد عن الاقتراض الخارجي، نتحدث عن الداخلي. هل يمكن الحكومة اليوم إصدار صكوك وسندات يمكن أن يعني تيسر الحال وتمشي الحال خلال هذه الفترة المقبلة حتى على مستوى فقط الرواتب؟ نعم، حضرتك وضعت يدك على ملف مهم جدا، ألا وهو ملف الاكتناز. للأسف في العراق لدينا ظاهرة الاكتناز، أن الناس ليس لديها ثقة بالجهاز المصرفي وبالجهاز البنكي، فبالتالي الملايين من العراقيين يكتنزون التريليونات من الدنانير. فبالتالي من الممكن تفعيل هذا الملف، تفعيل موضوع توظيف الأموال لدى الأفراد وجمع المدخرات وتشغيلها في الجهاز المصرفي أو إقراضها للحكومة عن طريق السندات العامة، ووضع يعني نسب فائدة معقولة للمواطنين مع تطمين الرأي العام وتطمين الشارع العراقي ووجود ضمانات سيادية. فبالتالي أعتقد أنه هذا الملف مهم. هنالك المئات المليارات والتريليونات من الدنانير هي مكتنزة، وهذه هي الظاهرة السلبية. لو تمكنت الحكومة من توظيفها في الجهاز المصرفي، من ممكن أن نحقق فائدتين. أولا نقوم بتمويل عجز الدولة، وفي نفس الوقت الدولة ممكن أنه تمنح عائد معقول لأصحاب رؤوس الأموال هذه عن طريق الجهاز المصرفي. فهذا واحد من الحلول الناجعة والمهمة. وأشدد مرة ثانية أنه موضوع الاقتراض، أنا لا أتحدث عن اقتراض، أتحدث عن استثمار، عن جمع مدخرات من المواطنين وتشغيلها في الجهاز المصرفي لتمويل الدولة، لتمويل قطاع الإسكان. نعرف جميعا أنه لدينا أزمة سكن كبيرة. صحيح. كبيرة جدا في العراق وخصوصا في بغداد، وهنالك بدرات الإيجار هي مرتفعة جدا،
ولا يمكن قياسها بدول الجوار، وهذا نعم. الأمر يشكل ضغط كبير على المواطن العراقي، فبالتالي توظيف المدخرات من المواطنين من شأنه أنه ينشطون الاقتصاد، يخلق موجات كبيرة من الاستثمار ومن فرص العمل، وأيضا يمول الدولة ويدر بالأرباح على المواطنين. نعم طيب، ننتقل إلى المحور الثاني وهو مبادرة التوظيف التي جاءت ما بين وزارة العمل ومجلس الخدمة الاتحادي. نتابع هذا التقرير ونبدأ نقاشنا في هذا الملف. مع دخول 500,000 شخص لسوق العمل في العراق سنويا دون وجود فرص عمل واضحة الملامح، أصبح من الضروري إيجاد بدائل حقيقية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الشباب بدلا من زجهم في الوظائف الحكومية وإرهاق كاهل الدولة العراقية. مجلس الوزراء أطلق مؤخرا مبادرة لتوظيف العاطلين عن العمل في القطاعين العام والخاص عبر تفعيل دور مجلس الخدمة الاتحادي وعدم جعله يقتصر على تحقيق العدالة في التعيينات الحكومية، وإنما توسيع مهامه لتشمل المساعدة بالتوظيف في شركات القطاع الخاص. المبادرة تعتمد على موقع إلكتروني هو توظيف.gov.iq بثلاث خطوات بسيطة. يمكن لأي عاطل عن العمل أو باحث عن فرصة للعمل أن يدخل إلى هذا الويب سايت، إلى هذا الموقع الإلكتروني، و يملأ استمارة بسيطة خلال دقائق ويرسلها إلى هذا الموقع لكي تتكون لدى الحكومة ولدى مكتب رئيس الوزراء قاعدة معلومات كاملة عن طبيعة الوظائف المطلوبة وإمكانية رسم سياسة من قبل مجلس الخدمة الاتحادي وبالتعاون مع وزارة العمل من أجل توجيه التوظيف بالطريقة الصحيحة والعلمية واللائقة والعدالة والإنصاف بين استثمار العمالة العراقية وعدم الاعتماد فقط على العمالة الوافدة. وزارة العمل أوضحت من جانبها أن عدد العاطلين عن العمل المسجلين ضمن قاعدة بياناتها يقدرون ب1,600,000 شخص، بينهم العديد من حملة الشهادات العليا من الماجستير والدكتوراه. ومع تزايد معدلات البطالة في العراق بسبب جائحة كورونا وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العراقي، إضافة إلى ازدياد غير مسبوق في أعداد العمالة الوافدة إلى العراق، تزداد الطلب من أجل إيجاد حلول سريعة فعالة لا ترقيعية لسد الهوة الموجودة بين أعداد الداخلين لسوق العمل سنويا وفرص العمل المتاحة في القطاعات الحكومي والخاص والمختلط. وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يدق على مسؤوليتها هم وثقل كبير بحكم مسؤوليتها القانونية أمام العاطلين عن العمل، وكذلك بحكم جائحة كورونا والظروف الحالية اللي أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير وكذلك معدلات الفقر بشكل كبير بفعل الشلل اللي أصاب ليس فقط في العراق طبعا، في كل دول العالم، وهذه ظروف معروفة للجميع. وزارة العمل ستتعاون مع مجلس الخدمة الاتحادي وستتجاوب أيضا مع المبادرة اللي أطلقها اليوم مكتب دولة رئيس الوزراء. بالتأكيد وزارة العمل لديها مستلزمات النجاح، كون تمتلك قاعدة بيانات رصينة مسجلين بها 1,600,000 عراقي من مختلف المؤهلات. وزارة العمل كذلك لديها صندوق للإقراض أيضا بإمكان أن يدعم هذا الصندوق. لدينا مشاكل طرحناها قبل قليل أمام دولة رئيس الوزراء والسادة أعضاء اللجنة المجتمعين، تمثلت بدخول العمالة الأجنبية إلى العراق بطرق غير مشروعة. هذه ستكون هناك خطوات حكومية جادة من أجل منح الفرصة الكافية للشباب العراقي أن يحل محل هؤلاء العمال الأجانب، وأن لا يكون هناك دخول للأجنبي إلا بإجازة عمل رسمية صادرة من وزارة العمل. هذا ما اشترطه القانون لكنه غير مطبق في الفترة الماضية أو مطبق بشكل ضعيف، يعني خلي نعتبره. وعليه تحمل الأيام المقبلة أجوبة لتساؤلات كثيرة حول قدرة الاقتصاد العراقي في ظل الظروف العالمية الحالية على استيعاب الشباب وتوفير فرص عمل لهم. ماذا عن القطاع الخاص؟ وهل سيمارس دوره الحقيقي في النهوض بواقع الاقتصاد ورفع الحمل عن القطاع الحكومي المترهل؟ أسئلة تنتظر الإجابة.
إذن مشاهدينا ننتقل إلى المحور الثاني وهو مبادرة التوظيف. دكتور صفوان، مبادرة التوظيف الأخيرة التي أطلقتها حكومة السيد الكاظمي بالتعاون ما بين وزارة العمل ومجلس الخدمة الاتحادي، أيضا التركيز فيها جاء على القطاع الخاص. كيف يمكن اليوم تفعيل مجلس الخدمة الاتحادي وفعلا توفير فرص عمل للشباب العراقي العاطل عن العمل لسنوات طويلة؟ نعم، الحقيقة يعني الحكومة جادة في عملية تقليل عدد العاملين الأجانب، خاصة العاملين في بيئة العمل لا تتطلب المهارة، فهناك أكثر من 500,000 عامل داخل العراق. عملية تحديد العراقيين الذين يمتلكون مهارات مناسبة لهذه الأعمال وإحلال تدريجي لهؤلاء. أيضا الحكومة لديها 200,000 فرصة عمل على مستوى موازنة 2021، فترغب بأن يكون مجلس الخدمة الاتحادي بعيدا عن المحسوبية، بعيدا عن سيطرة الأحزاب السياسية، وهي خطوة جادة في عملية تفعيل دور مجلس الخدمة الاتحادية في تحديد من هؤلاء الذين يعملون في السوق غير النظامية، ما هي صفاتهم، كيف نستطيع تفعيل دورهم في القطاع الخاص. أيضا هناك محاولة للحكومة لإنشاء مدن صناعية على مستوى العلاقة مع المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، فعملية إيجاد قاعدة بيانات للعاطلين عن العمل وتحديد مهاراتهم هي خطوة باتجاه أن يكون مجلس الخدمة الاتحادية هو الذي يوظف هؤلاء. نعم، ولكن يعني حديثك يدور حول العمال دكتور صفوان، ولكن هناك حملة شهادات أيضا من الشباب العراقي، كيف يمكن أن اليوم التعامل معهم؟ نعم، نطالب من خلالكم أن مجلس الخدمة الاتحادية ينظر إلى العاملين في الدولة العراقية ويعيد ترتيبهم حسب التخصصات. هناك بالتأكيد ضمن العاطلين عن العمل شهادات عليا، وهناك من يشغل هذه الوظائف على مستوى هيكل الدولة العراقية، فيجب إعادة ترتيب هذه الأوراق واستثمار القطاع الخاص. يعني عمليا إذا أشركنا القطاع الخاص في تمويل الموازنة الاستثمارية، وأشار ضيفك الكريم في الجزء الأول إلى أن هناك مدخرات لدى العراقيين، كيف نحفز العراقيين على الاستثمار في المشاريع الرابحة من خلال بيع أسهم، عملية تفعيل دور المصارف في التنمية، فعمليا سحب السيولة باتجاه القطاع الخاص وخلق شراكة مع الموازنة الاستثمارية بإمكانه أن تجد فرص عمل. العاطلين عن العمل قد يقتربون من 2,000,000 شخص، والاقتصاد العراقي قادر على توظيف هؤلاء بفترات تدريجية. يعني مثلا إنشاء ميناء الفاو الكبير قد يخلق 500,000 فرصة عمل. فنحن أمام مشاريع عملاقة وإيجاد قاعدة بيانات والمزاوجة بين وزارة العمل لتأهيل هؤلاء من خلال مجلس الخدمة الاتحادي وأكسابهم بعض المهارات، بإمكاننا أن يكون لدى هؤلاء الشباب نافذة أمل للتوظيف سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص. نعم، طيب يعني أنتقل بالسؤال للدكتور أبو خطاب. نتحدث عن مجلس الخدمة الاتحادي الذي تم تفعيله مؤخرا، ونتحدث عن إشراك القطاع الخاص. أصل القطاع الخاص يعاني من يعني مشاكل كثيرة. القطاع الحكومي مترهل ولا يستطيع أن يتحمل موظف واحد زيادة على الملايين من الموظفين الموجودين أصلا في القطاع العام. يعني تطرق الدكتور صفوان إلى تمويل الموازنة الاستثمارية من خلال إشراك القطاع الخاص، ولكن هذه الأمور تحتاج إلى ربما إلى ترتيب بيت القطاع الخاص. يجب على الحكومة أن تقوم بترتيب أولوياتها حتى يمكن أن يعني نجد فرص عمل ونوفر فرص عمل للشباب العراقي في ظل هكذا أعداد من العمالة الوافدة الموجودة في العراق، في ظل هكذا من الشباب الحاملين للشهادات العليا اليوم عددهم كبير جدا، ونشهد مظاهرات ما بين الفترة والأخرى للشباب العراقيين الجامعيين أمام الوزارات المختلفة للمطالبة بتوظيفهم. مع يعني توجه الحكومة نحو الطرق الإلكترونية حتى للتقديم على مثل هكذا وظائف. تفضل. نعم، لابد من الإشارة أن ظاهرة البطالة تعتبر واحدة من أكبر التحديات التي يواجهها المجتمع العراقي بعد تحدي داعش والإرهاب الذي ولى بلا عودة، وخصوصا بعد عام 2014 بعد انخفاض أسعار النفط
في 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 2014 وأزمة كورونا والانخفاض الثاني لأسعار النفط، وبسبب البطالة والفقر وسوء الخدمات ونقص الخدمات شاهدنا انتفاضة تشرين أكتوبر في عام 2019 والتي لا زالت مستمرة. فبالتالي هذا ملف خطير ويجب معالجته، ولا يمكن معالجة موضوع البطالة أو أزمة البطالة مع وجود قطاع صناعي منهار، مع وجود قطاع زراعي منهار. وسبب انهيار القطاعات الإنتاجية اللي هي القطاعات الصناعي، القطاع الصناعي والقطاع الزراعي والقطاعات الساندة لها، هو فتح الحدود العراقية أمام المنتجات الأجنبية، منخفض الثمن والجودة. طيب جميل، طيب يعني هي نقطة مهمة دكتور خطاب، نريد أن نوظف الشباب العراقي والعمالة العراقية، ولكن في ظل قطاع منهار ومتلكئ ويعاني ما يعاني. نعم، فخطوة أولى لمعالجة هذا الأمر يجب أن تفرض حماية كمية ونوعية وسعرية لكل ما يمكن إنتاجه في العراق. أي سلعة أو خدمة أو خدمة ممكن إنتاجها في العراق يجب أن تقوم الدولة بحمايتها عن طريق الجمارك، عن طريق فرض تعريفة جمركية، عن طريق فرض قيود كمية، بحيث نسمح للمنتج العراقي بأن ينتج ويكون سعره أقل من المنتج الأجنبي. لو إذا ما تمكنت الحكومة من المضي بهكذا استراتيجية وحماية بعض السلع الوطنية ضمن جدول زمني معين، سوف تظهر لدينا مشروعات بالمئات وبالآلاف، مشروعات ومعامل ومزارع، وهذه سوف تكون النواة الرئيسية لحياة أو لعادة الحياة بالقطاع الصناعي، حتى يتمكن من الإنتاج وتحقيق الأرباح وخلق الطلب على 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 الخريجين وعلى الفنيين وعلى الحرفيين وعلى عمال الخدمات، ويمتصن هذه الأعداد الكبيرة من العاطلين عن العمل. من دون ذلك لا أعتقد أنه أي استراتيجية أخرى أو أي خطوة أخرى من الحكومة سوف تكون ناجحة. أنت تضخ أموال، وكل المشروعات التي يتم إنشائها تنافس من قبل بضاعة تركية أو بضاعة إيرانية أو بضاعة من أي دولة أخرى أو صينية. فبالتالي كل مشروع يأخذ قرض وسوف يكون مصيره الفشل، وسوف يستمر موضوع البطالة في العراق. نعم، طيب دكتور خطاب، يعني أنت تتحدث عن يجب على الحكومة العراقية اليوم تفعيل الضرائب على الاستيراد، يعني تحدثنا في بداية الحلقة عن 60 مليار استيرادات من العراق من الدول المختلفة، ولكن لا تعود هذه العوائد إلى خزينة الدولة العراقية. عملة صعبة. نعم عملة صعبة تعود على خزينة الدولة. طيب يعني الحكومة اليوم لا يوجد لديها السيولة لدعم سواء القطاع الزراعي أو لدعم القطاع الصناعي وهذه المصانع والمشاريع المتلكئة والمتوقفة اليوم، إلى جانب التزاماتها كما ذكرنا في بداية الحلقة، حتى وصلنا إلى مرحلة لا تستطيع اليوم توفير رواتب الموظفين. في ظل هكذا اليوم ظروف تعيشها الحكومة العراقية، نخرج بمبادرة للتوظيف، هل فعلا الحكومة يعني هل فعلا المواطن اليوم على ثقة بأن الحكومة هي جادة بهذه المبادرة؟ مجلس الخدمة الاتحادي هو متوقف يعني من فترة ليست بالقليلة، ويعني قبل يومين أعيد تفعيل هذا القانون. طيب يعني هل هناك أي إحصائية لدى مجلس الخدمة الاتحادي بالشركات والقطاع الخاص الموجود، بتفاصيل القطاع الخاص، بماذا يحتاج القطاع الخاص؟ يعني هذه الأمور تحتاج إلى أتمتة، إلى يعني طريقة إلكترونية للتواصل ما بين مجلس الخدمة الاتحادي وما بين القطاع الخاص برمته. نعم، أولاً للأسف الثقة تكاد تكون معدومة بين الشارع العراقي وبين هذا النظام السياسي الذي حكم العراق خلال الفترة الماضية، وخير دليل على ذلك الانتفاضة الشعبية التي ذكرناها منذ أكتوبر في السنة الماضية. هذا أكبر دليل على أن الشعب فقد الثقة في هذا النظام السياسي. فبالتالي الشباب العراقي والعاطلين عن العمل العراقي ليس لديهم الثقة في النظام السياسي مع الأسف. معروف أنه مجلس الخدمة الاتحادية هو غير مفعل حتى الآن، وبالتالي نحن نعاني من قلة في توفر البيانات عن أعداد العاطلين عن العمل، عن الشركات، عن مشاكلها،
عن التحديات التي تواجهها، عن الآليات التي يمكن استخدامها لتنمية عملها. وأنا شخصيا كباحث كثيرا ما أستعين ببيانات من مراكز بحثية دولية أو من الأمم المتحدة، لأنه لا أجد هذه البيانات في وزارة التخطيط وفي الجهاز المركزي للإحصاء. كل الشكر دكتور خطاب الضامن، وأنت الباحث الأكاديمي الاقتصادي، على تواجدك معنا في برنامج الاقتصاد في ساعة، وعلى جميع هذه الإيضاحات. شكرا لكم. دكتور صفوان، نتحدث فيما تبقى لنا من وقت في هذه الحلقة عن يعني مبادرة التوظيف التي خرجت بها الحكومة العراقية. يعني هذه المبادرة، هل لدى برأيك الحكومة العراقية إحصائيات معينة كوزارة التخطيط عدد العاطلين عن العمل في العراق؟ القطاع الخاص اليوم إلى ماذا يحتاج؟ ما هي أكثر القطاعات إنتاجية التي يمكن أن تدعمها الحكومة العراقية، التي يمكن أن تزج بها أعداد من العمالة العراقية الشابة أو حتى أصحاب الشهادات العليا؟ نعم، الحقيقة لاحظنا بفترة جائحة كورونا سلسلة التجهيز العالمي تعطلت، يعني كمية الأموال التي تدفق إلى الخارج قلت نتيجة انقطاع السلسلة من الصين، من إيران، من تركيا. هذا أدى إلى تنشيط دور الزراعة العراقية وبعض الصناعات المتوسطة والصغيرة على مستوى البيئة العراقية. فعمليا وجود مثل هذه الإحصائية عن الأسواق غير النظامية، الحكومة تمتلك ملفات يعني على مستوى الشركات النظامية التي تتحاسب ضريبيا على مستوى بعض المشاريع الصغيرة أيضا الممولة من خلال المصارف، لكن بالتأكيد ليست لديها قاعدة بيانات شاملة عن جميع هذه الأعمال. القسم منها يكون في المنازل وليس من خلال يعني لوحات تجارية ورسوم تدفع بشكل منتظم. فعمليا وجود حوافز للقطاع الخاص غير النظامي لكي يكشف عن ذاته من خلال توظيف قسم من العاطلين في القطاع الخاص النظامي وإعطائهم دخل حكومي أيضا أو دعم حكومي بإعفاءات ضريبية، قد يساهم هذا في عملية الكشف عن الأسواق غير النظامية. هناك إلى جانب تشجيع القطاع الخاص ربما دكتور صفوان على تشغيل الأيدي العاملة العراقية، لأنه كيف يمكن اليوم للحكومة إجبار القطاع الخاص على توظيف العمالة العراقية والقطاع الخاص يقول بأن العمالة الأجنبية أرخص بكثير، فيجب أن يكون هناك محفزات من الجانب الحكومي لهذا القطاع. نعم بالتأكيد، يعني ربط الضريبة بتشغيل العراقيين بإعفاءات من الممكن أن تكون تدريجية يساهم في جذب العمالة غير العمالة العراقية. أيضا على مستوى يعني سياسة إعادة توظيف العمالة العراقية، الحقيقة العراق يمتلك طاقة غير مستغلة على مستوى جميع الوزارات الاتحادية. لو تم عرض هذه الطاقة غير المستغلة للاستثمار من خلال القطاع الخاص العراقي أو من خلال التمويل الإقليمي، على اعتبار أن دول الخليج تحاول الآن أن تتجه ببوصلة الاستثمار من خلال الورقة البيضاء للتمويل على مستوى الصناعات الغذائية وتحقيق أمن غذائي في العراق وفي المنطقة. جميل. فعمليا وجود مثل هذه الطاقة غير المستغلة قد تكون معروضة أمام المستثمرين المحليين والدوليين والإقليميين لكي يزجون في المشاريع، يعني استصلاح مليون دونم على مستوى محافظة ميسان إلى محافظة العمارة، العفو إلى محافظة الأنبار. هذه المنطقة إذا تم تأهيلها ببيوت زجاجية ستستقطب آلاف فرص العمل. إذن الدكتور صفوان قصي وهو الخبير الاقتصادي، أريد أن أشكره جزيل الشكر على تواجده معنا في برنامج الاقتصاد في ساعة وعلى جميع هذه الإيضاحات والمعلومات التي تقدم بها، والشكر أيضا موصول لكم مشاهدين الكرام على المتابعة. حلقة أخرى الأسبوع المقبل، دمتم في أمان الله.